وهدره هو التمثيل العملي ديال المسلمين. هو هذا نبغي هذه الفكره هذه نبغيها تصبن بالصابون تلصق في الراس. وعلى قبل هذا الشيء اشرفها علاش الدعوه كنقولوا من شحال هذه وهي تتخبط وحنا باقي كنضربوا في بلاصتنا. راه بحال ذاك الذي كانه يسبح عكس التيار، يضرب 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 وملي كيهز راسه كيبان ليه الشط باقي بعيد. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى اثره واهتدى بهداه. ابتداء سيدي حمزه صلى الله عز وجل يبارك في الولد وفي اخوته وان يبارك في جميع اولاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم مما يكاد لهم، لأن ما أولادنا مقبلون عليه لعله أكبر بكثير مما قد نتصور خطره. لكن نحن حسبنا الله عز وجل وكفى. ثم علينا بالاجتهاد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا للقيام على هؤلاء الأولاد ليكون عودهم أشد من عودنا، فلعل التحديات التي كبرنا فيها نحن لا تكون يعني لا تعادل عشر معشار ما هم مقبلون عليه. حتى ما كان من تحديات نجابهها لعلها كانت تتعلق ربما إما بمقابلة الدين وأصوله بالكفر الواضح البين أو بشيء من اللين في الدين إن صح التعبير مع إقرار أصحابه على الأصل. لكن ما نحن عليه اليوم ليس هو إبطال لشريعة الله عز وجل، هذا مش هو التحدي. التحدي على وجهين، كين أصحاب إبطال أصول الشريعة لكن هؤلاء خطرهم واضح بين. الإشكال هو يعني لي نصوص الشريعة إما لتوافق أهواء الناس إما لتوافق محتلا غربيا خرج عسكريا لكنه بقي ثقافيا واقتصاديا على أقل الوجوه. لذلك ما نحن يعني ما يقع على عاتقنا من مسؤولية في تربية الأولاد على بشكل عام، لا أقصد بذلك تربية الأولاد يعني تربية ولدك الذي من صلبك داخل بيتك، هذه المسؤولية رقم واحد. لكن علينا شئنا أم أبينا اشرفها من الطرف تل الطرف، رأى لا ينظر الناس إليكم نظرة عادية سواء كنت من الذين تربوا في رحاب العلم الشرعي أو كنت من الذين تابوا إلى الله عز وجل بالأمس القريب، لكن سمتك الذي أنت عليه الآن يجعل الناس لا ينظرون إليك نظرة عادية، ينظرون إليك نظرة الصالح المصلح. شيء تام أبيت هذا التيكيتا هذه لاصقه فيك مادام بين عليك شويه ديال السمت ديال الصلاه والصلاح والمفاصله بينك وبين كبائر الذنوب على الاقل. القضيه ديال الشرك البين، الربا والزنا والخمر والمخدرات، الانسان اكرمه الله فجعل بينه وبين هذه الامور مفاصله، فملي كتحط هذه المفاصله من هذه الجهه وتجعلها لله ماشي انك خايف على الصحه ديالك ولا كذا، وبالمقابل تجتهد في التحلي بفرائض الدين الظاهره التي يراها الناس فيك. فالناس يلبسونك حتى لو ابيت، الناس يلبسونك لباس وجلباب الصالح المصلح وبدون استثناء. اكاد اجزم لو ما كاينش واحد هنا في الحاضرين الا واتاه رجل لا يعرفه وسأله عن بعض الحلول لمشاكله الخاصة. أنه كيشوفك هو هاد الشوفات، شوف واش مشكل مع الزوجان، مشكل مع الوالدين، مشكل مع الوليدات. هو يعلم أن حل مشاكله في دين الله عز وجل. لكن كيشوفك أنت كأنك إن صح التعبير أنت الممثل الرسمي للدين. هو خاطئ في تصوره، هذا أكيد. لكن هذا واقعنا، خصنا حنا نعرفوا كيفاش نتماشاو معه. فالمسؤولية علينا أكبر مما نتصور. دابا التحدي إلا كنقولوا راه أكبر مما كنا نتوقع، المسؤولية علينا أكبر مما نتصور. لأن ونحن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء هنا الحمد لله، راه ذا الدروس ديال السيرة، ذا الدروس ديال القرآن، ذا الدروس ديال الخير، ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الذي كان عندهم من الأدوات والمعدات حتى قلبوا كيان الأرض في 23 سنة؟ ما كان عندهم تشات جي بي تي، ولا كان عندهم اللايف ديال الفيسبوك، ولا عندهم الانستغرام، ولا عندهم الوسائل التقنية الحديثة التي تجعلك تتلفظ بالكلمة الآن وبعد 3 ثوان تجدها في أقصى الدنيا. ما كانش عندهم هذا الشيء. كان صلى الله عليه وسلم يتحين موسم الحج، إن خصو يتسنى 11 شهر ليعرض نفسه الشريفة على قبائل العرب ويقول لهم: من يحملني لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ومع ذلك انظروا إلى التغيير الجذري الذي أحدثته تلك العصابة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. شنو الفرق؟ الوحي هو الوحي، كذبوش على بعضياتنا، الوحي هو الوحي، القرآن هو القرآن، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الوحي هو الوحي. فشنو هو اللي خلى هذوك الناس تحركوا بتلك القوة وقبضوا على دينهم أشد مما يقبض القابض على الجمر؟ لأن يعني القديرة ما كانت سهلة. أنا كنقراو داك الشيء جوج الطيرات إلى آخره، كيقول لك حقا ولا لاحظتوا في كتب السيرة عموما إلا بعض المستثنيات من أهل من ذهب إلى، سواء كان في مرحلة التأسيس في السيرة أو مرحلة الاختصاص أو التخصص عفوا، هو الذي يسلط الضوء بشكل يعني تحليلي تفصيلي على مرحلة الحصار في الشعب، في شعب أبي طالب من السنة 7 للسنة 10 للبعثة. لكن عموم كتب السيرة وعموم من تحدث في السيرة النبوية يمرون على هذه الفترة مرور الكرام، يقول لك والشعب تكرفصوا كذا إلى آخره. أي الشريف راه 3 سنوات، شكون فينا احنا الذي حوصر 3 سنوات بتلك الظروف؟ أكلوا أوراق الشجر، المهم الكلام الذي تعرفونه، المعلومات عندنا، لكن من يحمل هم هذه المعلومات ليبلغها للناس؟ من يحمل على عاتقه مسؤولية على الأقل أن يشارك من خلال مواقعه التي ينشط فيها، أن يشارك ما يقوم به الناس من محاضرات؟ غريب أمر الناس، وغريب أمر الذين يرى فيهم أنهم صالحون مصلحون. على الأقل، على الأقل أن نحس من خلال مواقعك التي تنشط فيها أنك تحمل هم هذا الدين. القضية ليست قضية أنك عفوت عن لحيتك واجتهدت في عباداتك المفروضة عليك هذا لتنقذ نفسك الشريف، لكن ما الذي فعلته لدينك؟ ما هو الإرث الذي ستخلفه أنت لهذه الأجيال التي نحن كل مرة ندعو لها ونقول يا ربي اجعل وقتهم حسن من وقتنا ويا ربي ادر لهم؟ ما الذي فعلته أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جعفر بن أبي طالب ومعه مجموعة من المسلمين وقال لهم في القصة المعروفة: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. طيب، هذا الشيء وقع في السنة 5، علاش بقاو معاه وحدين أخرين في مكة؟ حتى هما رانا لهم العذاب دوك اللي بقاو في مكة، علاش ما صيفتش الأخرين؟ علاش مشات هذيك المجموعة؟ هذيك المجموعة ما مشاتش فرارا فقط من قضية التعذيب ولا كذا، علاش جعفر بن أبي طالب راه هو الذي قدم يديه وعضديه إلى لله عز وجل ثم قدم روحه يوم مؤتة؟ وكان من السنة 5 إلى السنة 7، من السنة 5 للبعثة إلى السنة 7 للهجرة 15 سنة ما شافش هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما جاي صيفطوا المؤتة، ما كاينش إشكال يمشي. يعني القضية ليست قضية الصبر على التعذيب، إنما لغرض آخر. الغرض الآخر هو أنه أنتم لهيه مسؤولين على الدين، بمعنى لو تم قتل جميع المسلمين في مكة بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك القوم يحملون المسؤولية وينشرون الدين كما لو أن الوحي قد أنزل عليهم. من منا الآن يحس أنه مسؤول عن دين رب العالمين ويقول لنفسه: لو مات كل مسلمي أهل الأرض وبقيت أنا المسلم، بالله عليك كيف يكون تصرفك؟ كيف يكون تصرفك؟ أنت دابا هو المسلم الوحيد اللي كاين، مات كلشي. وجعفر بن أبي طالب شنو كان عنده؟ الآيات التي أنزلت من إقراء حتى السنة 5 للبعثة شنو كان كاع؟ شنو كان؟ كان شي حاجة ديال الشعراء؟ شي حاجة ديال مريم؟ النجم تهاجروا عاد باش نزلت النجم في القضية ديال السجود إلى آخره؟ تنزلوا شنو اللي كان كاع في الأول؟ المدثر؟ المزمل؟
حنا راه الحبوس المكتبات الحبوس والمعرض الدولي للكتاب كله في تليفونك، والبيسي غادي يطردك غير بالبي دي اف اللي انت متالي شارجيهم، فضلا عن الكتب التي اقسم بالله ما توفرت لا عند البخاري ولا عند مسلم رحمه الله عليهما. طيب الهم الذي تحمله انه تتعقب اخوانك حتى اذا وقع احدهم فيما تتوهم انت انه خطا قمت لتثير عليه حربا شعواء. طيب اين معاني المحبه في الله والاخوه في الله التي تتحدث عنها سيدي يونس مثلا؟ ولدك تهزو دي مثلا عند سي بوشعره وتلوحوا ليه تقول ليه انت قضي غراضه ودي سي بوشعره حفظ دري القران. طيب اين مسؤوليتك انت في ذلك الولد كما تحدث عنها سيدي خليل؟ وحقيقة حقيقة أن نعيش عبيدا وعبادا لله، أما أن حياتنا مع الله عز وجل يخالطها ويشوبها شيء من الهوى، أما أننا نحن نتحقق بالعبودية لله حقا وصدقا كما قال سيدي أحمد اللويزة حفظه الله. سيدنا نحتاج إلى مراجعة لأنفسنا باش تعلم المرة الجاية تقول لي زيد دير كلمة ندمك. نحتاج لمراجعة لأنفسنا على وجه الحقيقة، التآلف الذي بيننا واش بالصح ولا كنتصوروا مع بعضياتنا؟ هم أولادنا ماشي اللي عندنا في الدار فقط، وليدات المسلمين بل وليدات غير المسلمين، لأننا مسؤولين على كل شيء احنا، هل نحمله حقا ولا غير هي ترانيم تنقشبوا بها مرة مرة احنا ناشطين؟ طيب هم الدعوة إلى الله عز وجل هل نحمله حقا؟ هذه فقط أسئلة، أجوبة تكنولوجيا كاينة لتعطينا أجوبة، موجود اكتب غير كيف كذا وكذا الله يتوريك كيف تصنع الصابون في الدار، ولعله من أسهل ما يصنع الصابون البلدي. لكن الأسئلة اللي توجهك التوجيه الصحيح، حيث ما حد الأسئلة في دماغنا مغلوطة يقينا ما يمكن الأجوبة تكون إلا مغلوطة وإن صادفنا الصواب، فنحتاج إلى إعادة طرح الأسئلة الصحيحة على أنفسنا حتى نكون في مستوى التحديات التي نريد من أبنائنا أن يكونوا أقوياء بالشكل الكافي لمجابهتها. الدخول في تفاصيلها لا يتسع المقام لذكره ولا يحسن ذكره في هذا المقام، هي فقط كلمة أستغل الجمع على اختلاف مشارب حاضريه وعلى اختلاف خلفياتهم، وهذا هو التمثيل العملي ديال المسلمين، هو هذا. اختلفوا في شي حويجات، اختلفوا حتى في شي أمور اللي هادي وهادي، لكن هادو هما المسلمين. وإشارة أخيرة سيدنا، راه ما كندويوش على الحال، نبغي هذه الفكره هذه نبغيها تصبن بالصابون تلصق في الراس، وما كندويوش مع المحجبات والمنقبات. شنو اللي فيقني لهذه القضيه هذه؟ كلنا كنا في دار غفلون، شنو اللي فيقني لهذه القضيه هذه؟ واحد المره غادي انا واحد استاذ صديق غاديين في الطريق، السياره وقفت في وسط عرضات وسط الطريق، عرضات فرانات بحال هكا وسط الطريق، نزلت منها واحد المراه، مرأة متبرجة لا حجاب لا والو، الشعر مطلوق مبيضرات، لابسة واحد الكيطمة ديال الرياضة، وتنزلات وجاية عندنا عاد باش كأنها وعات باللي راه بحال بغدولك راه هاد اللبسة لا تليق وما بغا ديرش ماشطة ديال الأستاذ ياسين. المهم ديك اللازمة اللي كتعرفوها الأستاذ ياسين بخير لبس عليك راه كنتفرج كنتفرج داك الشيء ديالك إلى آخره. المهم محل الشاهد بارك الله فيك، قالت لي واحد اش ممكن ناخذ معك صورة؟ قلت لها ناكل العصا في الدار، فاللهم سيريتي الله يكثر خيرك، جعلي بلاصه الصوره، جعليها دعاء في القلب، بسلامه بسلامه. دارت لي في دماغي من بعد سؤال هجم عليا، قال لي هذيك السيده دابا بديك الحاله اللي جات عندي، صلى الله يعافيها ويعافي جميع بنات المسلمين، هذيك السيده لو قد قدر لي انها دازت قدامي ما سلمات ما حتى شي حاجه، هل كان لي دور بخلدي؟ أنا ديك السيدة كتصنت المقاطع ديال واحد الحية يذكر الناس بالله عز وجل. نهائيا ما نكذبوش على بعضياتنا، نهائيا.
غنقول هذه بينها وبين الدين كما بين السماء والارض. المهم ديك الهضره اللي نتوما عارفينها. فاكتشفت تخيره بالمرض راه كتخلع لانك تكتشف شي حوايج في راسك. فاكتشفت في نفسي ان رغم كل ما ندعيه في خطاباتنا ان كلامنا للعالمين ولجميع الناس وللبر والفاجر والمسلم والكافر، لا شريف، لا، في حقيقة الأمر خطابنا لمن يشبهنا، وكأننا داخل نادي اللي معلق فيه الباج اللي عليه واحد الإشارات معينة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هذا هو الذي نخاطبه. شئنا أم أبينا في ثنايا خطابنا نخاطب من يشبهنا ظاهرا. وعلى قبل هاد الشيء اشترفا علاش الدعوة كنقولوا من شحال هادي وهي تتخبط وحنا باقي كنضربوا في بلاصتنا، راه بحال ذاك الذي كأنه يصبح عكس التيار، يضرب 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 وملي كيهز راسو كيبان ليه الشط باقي بعيد. ونفس القضية على الشباب الذكور، بل في بعض الأحيان كان في خطابنا نوع من الاستعلاء والاستهزاء بهؤلاء، في حين انه راه كيقول لك اودي لا هذاك السيد راه هذيك ستيكا وراه تيضرب الجوانات، والله سيدي في الليل راه ما تينعش حتى كيتصنت لسي حمزه الخالدي في الدرس ديالو. اولا ملي تدخل عنده مثلا يقول لك اجي بسميتو استاذ لا والو دخل وخا تشرب عندنا كاس ديال اتاي، كتدخل ماشي تشافك دخلتي عاد قلب، كتدخل كتلقى قناه الانس مثلا خدامه. تيتصنت ليا باش يسحق. راه هذاك الشيء اللي كاين. حتى كيقول لك عبيت هذا هو اللي كيوقدنا، وكيقول لك شوف راه نديرو تنديرو، والله الا هذا الكلام هذا اللي هو اللي كاين. إذا عندنا واحد الشريحة هي أوسع الشرائح وهي أكثر الشرائح التي لا نخاطبها، لأن التصورات الأسئلة التي يجب أن نطرحها غير واردة. فكيفاش بغينا وحنا خطابنا ديال النادي مغلق بغينا أننا نوجه به وليداتنا ضد مد عالمي يجلب علينا بخيله ورجله ويستفزنا بصوته ومزاميره؟ شرفا ما ينتظرنا من مسؤولية بعد ابتداء. احنا بعدا خصنا نصحو شي شويه الوجهه، نصحو التصورات، باش الا بغينا نوقفوا على دوك الوليدات يكون النقله ديالنا تكون صحيحه. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه، عاد باش هو المؤمنون، هو صاحب الرساله ويحتاج للايمان بها، كما كل منا يحتاج ابتداء الى تثبيت هذا اليقين، ولا يتثبت هذا يثبت هذا اليقين من خلال تصحيح التصورات. سيدي موسى قال لي بارك عليك، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وسائر أولاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.